الوجهة الآن إلى مصر مع مطربة متكونة أكاديميا يعني في مجال الموسيقى، مطربة صاحبة صوت رخيم جدا، صوت ماسي، صوت رومانسي خليك تحلم يعني يطير بيك من مكان إلى مكان آخر. هذه الفنانة وهذه المطربة يعني اختياراتها الغنائية الكل كانت موفقة جدا جدا، هي صاحبة أخلاق عالية جدا، فنانة بإحساسها بأدائها بإطلالتها لحلوة الأنيقة الليلة اللي تكون معانا مباشرة من مصر، الفنانة حنان ماضي. حنان بونسوار، مساء النور. بونسوار، مساء الخير، ازيك؟ الحمد لله، شنو أحوالك؟ الحمد لله، لا بأس زي ما بتقول. لباس لباس. عايشك، أهلا وسهلا، وإحنا طبعا الليلة سعداء جدا بهذه المصافحة. أنا مسعدة جدا أن تعرفت عليك وعرفت يعني حد جميل، مش عارفة أقول لك إزاي، من طريقة كلامك وطريقتك في عرض أنا إيه، وأنا مبسوطة بيك قوي. وأنا أكثر طبعا، وأنا تحية كبيرة بارشة للأستاذ محمد فتحي طبعا من دار الأوبرا اللي خلاني طبعا نتواصل معك. الله يخليه، أستاذ محمد إنسان رائع، دايما كل ما أروح الأوبرا يقف يسلم عليا يقول لي أنتي فين أنتي فين. لذيذ. يعيشك. بس الليلة يعني نستعرض مع بعضنا هذه التجربة الفنية الحلوة بنجاحاتها وأيضا بمراحلها المتعدة. أنا نذكر أنك تعلمت الموسيقى وأنت كنت وقتها صغيرة بارشة وتتقن العزف على آلة الكمان، كنت وقتها التحقت بمعهد الكونسيرفاتوار وكملت دراستك طبعا بالمعهد، وكانت أيضا بارشة حاجات تذكرها، خاصة الزملاء اللي معاك وكيفاش كانوا يستعينوا بيك انت كمطربة مش كعازفة، وفما ايضا عديد الاعمال اللي جات بعد هذا التكوين وبعدها، وايضا الزواج وغيره. فالفنانة يعني هي احساس قبل كل شيء، احساس عارف عالي كل حاجة. مع بعضها الكل. ف هذه لذيذ انك تسمع مشوار حياتك في نص دقيقة، يعني اي ما لذيذ. هو والله ما هو حاولت اني لخص شوية، لكن اذا باش نستعرض يعني ليلة عشق عام 92 واحساس عام 96 وشباك قديم عام 99 وغيرها وغيرها وغيرها، والالبومات يعني عصفور في ليلة مطر، ليلة عشق، شباك قديم، احساس، تترات المسلسلات ما شاء الله، يعني قصة الامس، آسي، الف ليلة وليلة، اللقاء الثاني، المال والبنون، الوشاح الابيض وغيرها، ايضا الاغاني المنفردة. امبارح كان انا تعجبني هذه الاغنية، تعجبني جميلة، جدا. طارق برمبالي رائع. ايه البنت اللي سهرانة هذه عندها طبعا عامين، عامين تقريبا، في 2014 نزلت الأغنية، من سنتين. وأيضا مهرجان جوائز دير جيست أفضل تتر مسلسل في 2014. آسيا. أيوة آسيا. أول حاجة أنا خليني مبارك لك أول حاجة بالنجاحات هذه الكل، مبارك لأنفسنا بهذا الصوت ومبارك. والله أنا اللي ببارك لروحي إن أنا قابلتك وسمعتك. والله أنا أنت عارف صعب إن أنت تستعرض حياتك أو أعمالك من خلالك، أنت لازم تنبسط لما تسمعها من حد تاني، بيحصل لك انبساط أكتر. أنت خلتني مبسوطة فعلا يا مجيد، شكرا. يعيشك الله يخليك يا حنان، ويعني أنت بأناقتك وبذوقك الرفيع ورقيك أيضا في التعامل هذا خلينا الليلة يعني مرتاحين في مقابلتنا وفي الانترفيو إن شاء الله. يعيشك. يلا خلينا نبدأ بال 2016، نبدأ بجديد وبعدها نرجع شوية للتجربة. ديما نعطيهم سكوب لولاني، شنو تحضر حنان ماضي في 2016 وإحنا على مشارف نهاية هذا العام؟ عندك الأغنية مش كده؟ طبعا أغنية حنين لماضي. حنين ماضي جديدة اللي سمعناها منذ قليل على الهواء حصرية. دي سمعتوها؟ طب كويس. رأيك ايه؟ عجبتك؟ حلوة حلوة. شوف الحمد لله. من اللحن انا حبيت نشكر طبعا الملحن والموزع والشاعر، اللحن واللي كتب الكلام علي يوسف، هو اللي لحن شكرا. وكتب الكلام، شكرا لعلي. واللي وزع احمد مختار، تحياتي أحمد لأحمد محمود، أحمد محمود، تحياتي أحمد لأحمد محمود. محمود،
ومرسي على الأغنية الحلوة. وشكون اللي وزعها وشكون اللي وين سجلتها تحديدا حتى نعطيه لكل ذي حقا حقه؟ الحمد لله، ما هم فعلا الثالوث ده هم زائد علي الألفي. علي الألفي بتاع البنت اللي سهرانة غنى معايا، انت عارف طبعا هو مغني اصلا وحاجة جميلة جدا. عامل كان مسلسل آدم وحنين، أيه؟ مش فاكرة، هو آدم كان اتعرض اكيد كتير عندكم برضو زينا. وهو كان يعني اجي اعرض عليا الاغنيه وانبسطت قوي، وانبسطت اكتر لما اتوزعت بالتوزيع ده اللي هو الاغنيه حنين للماضي اللي هي بعد البنت اللي سهرانه اللي عملناها دويتو مع بعض. علي الألفي الصراحه هو مش موجود واسمه مش مكتوب على الاغنيه، بس يحسب له ان هو جه وقدم لي الاغنيه وانا انبسطت بيها الحمد لله. جميل، تحياتنا الكامل للكرو الكامل الفريق اللي امن هذه الاغنيه حتى توصلنا. طبعا، والجيتاريست شريف فهمي رائع، شفت الجيتار حلو ازاي؟ جميل جميل الحمد فعلا. لله الحمد لله. يعني حنان، الأغنية هذه نزلت حاليا للسوق؟ هي اتحطت على اليوتيوب، يعني ما نزلناش، عملناها سنجل على اليوتيوب لسه ما نزلتش في ال. وفما فكرة التصوير ولا مؤجلة؟ لا، هي المفروض انها اتعملت كليب على اليوتيوب نعم، يعني ايه، اما متصور. احنا نحبه كليب كليب فيديو كليب الحنان. اي، معمولة فيديو كليب. اي نعم. حنان، يعني انتوا لو دخلتوا على الرابط هتشوفوا الاغنية كمان مش هتسمعوها بس. نعم حنان، يحييك برشا مستمعين. من وين نبدأ؟ من أين أبدأ تحديدا؟ يعني نبدأ من تونس. هذايا سمير يسلم عليك برشا وموفقة إن شاء الله في مسيرتك الفنية يا حنان. خالد، شكرا. خالد من ألمانيا يسلم عليك، ونتمنى أنك تعملين حفلات إن شاء الله في ألمانيا، هناك جمهور عنده ذوق رفيع جدا. راغد، شكرا. راغد من لبنان يسلم عليك أيضا. يسلم عليك أيهم من سوريا، تحياتي لك. عيسى أيضا من سوريا. إياد، الفنان إياد من العراق اللي سلم عليك سلام خاص. وأيضا المطربة تارا من العراق اللي سلم عليك. غياف أيضا من سوريا. وليد من سوريا أيضا. شادي اللي موجود حاليا بدبي، هذه فنانة عندها إحساس خاص جدا في أغانيها، وأتمنى أنها تزور دبي. ما نعرفش، أنا المعلومة ما عنديش أنها زارت دبي ولا ما زالت، لكن هي تجاوبك يا شادي. لا، زرت دبي طبعا، بس رحتها فسحة، رحتش عملت شغل. نعم. ديار أيضا يسلم عليك، موجود حاليا في روسيا. محمد، هذه الفنانة الأنيقة لذيذة في حكياتها. شكرا يا أخوي، ما عادش تتغزل. ربنا يخليهم لي يا شكرا. رب، ما احنا عايشين بنفس الناس والله اللي بيهم بيحبونا طبعا كده من بعيد لبعيد. طبعا تيمور يسلم عليك برشا. مجد أيضا موجود حاليا بكاليفورنيا. ساري أيضا بكاليفورنيا. عمر اللي موجود أيضا بألمانيا. محمد اللي موجود بالعراق، ونتمنى هو مخرج، نتمنى نعمل لها فيديو كليب. يا أخويا الفنانة موجودة معنا والرأي رأيها هي، يعني هي صاحبة القرار تعمل فيديو كليب بإربيل العراق، بكردستان العراق. من ينهار، يا ريت والله. شكرا. حميد يسلم عليك برشا برشا برشا. حميد ويوسف أيضا. هشام تحياتي ليك، وباسم وفايز وأسامة. محمد أيضا من ألمانيا. هاشم تحياتي ليك. نوبار، شكرا يا نوبار. ومن إربيل العراق الأحلى فنانة الليلة نسمع فيك. أيضا حسين من إربيل الليلة. حسن من ألمانيا. الشاعر طارق يوسف من مصر، أحلى فنانة وأجدع فنانة يا خويا يا خويا، وشاهد شاهد من أهلها. شاهد
شهادته مجروحة. شكرا شكرا شاعرنا الغالي أكرم الآغا من إسطنبول تركيا، يسلم عليك. وهيب أيضا، أسامة، كيمو، أيهم، شكرا يا أيهم. أشرف أبو اليوسف من مصر نسمع في إذاعة تطاوين مباشرة على الهواء، وتحياتنا لهذه المطربة الرائعة. والله يا رائعين أنتم، مساجاتكم هي رائعة فعلا، هذا مؤكد. يوم كلهم وأحب أقول لهم إن أنا فعلا من غيرهم ولا حاجة. أنا بحب الناس وبحب أشتغل أي حاجة وما بيكون في دماغي غير إن أنا ربنا يكرمني بحبهم مش أكثر. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. حنان، يعني نرجع شوية، المسيرة الفنية دائما بحلوها ومرها تبقى طبعا تجربة زاخرة بعديد الأعمال. كانت وقت، أنا أتذكر وقت اللي كنت أنت في الأستوديو كعازفة كمان وتسجيل تترات المسلسل، خاصة اللقاء الثاني، وتأخر وقت علي الحجار على بدء التسجيل وطلب منها عمر خيرت مؤلف موسيقي المسلسل أن يسجل أغنية التتر بصوتها. لحين وصول الحجار وسجلت حنان الأغنية بصوتها، وعندما حضر الحجار وسمع صوتها طلب من عمر أنه تصاحبوا الغناء في التتر. ومن هنا ها هو لهنا بدأت يعني تجربة، خاصة في تترات المسلسلات. شوف، رب ضارة نافعة، أحيانا يتأخر الفنان يتأخر منهم لله أم السبب. أي لكن حلوة، يعني أنت عملتي بصمة حلوة في تترات المسلسلات. بعدها جات التجربة الأخرى، يعني اللي هي تجربة الاستقرار. بقول لك حاجة، نعم صدقني والله، وانا بعمل الموضوع ده انا ما كنتش عارفه انه بعد سنين طويله هبقى مبسوطه بيه قوي كده. انا اي حاجه بعملها وبعملها، بس ما اعرفش بعملها ليه. فضاها بقى ناجح مش ناجح ده مش في بالي اصلا. ما هو الواحد هو احساسه. احيانا انت تكوني مندفعه لشيء معين، لكن رجع الصدى لهذا الشيء ما يكونش موجود بالحاضر الا بعد ما تم العمل وتقدموا، وقتها تسمع وتتنفس. أيوة، وانت مش عارف ان عمر خيرت اصلا الموضوع، ولا سيد حجاب، ولا انعام محمد علي، ولا ما انت مش في بالك الاشياء العظيمه دي، انت في بالك ان انت تتقن اللي انت بتعمله بس. هذا هو، فاهم قصدي؟ هو انا ده الموضوع بالنسبه لي، اتقن اللي انا بعمله. كل الناس بقى تعجبها ما عجبهاش، ده اصلا مش في بالي. اللي في بالي ان انا اللي انا بعمله ده اعمله على اكمل وجه. جميل. وبعدها جت التجربة الأخرى، النقلة النوعية في حياة الفنانة حنان ماضي، زواجك من الموسيقار ياسر عبد الرحمن، وهذا هي طبعا ساهم في إنتاج أول الخضر. ألبوم عصفور المطر، وعرف أيوة. الجمهور يعني خاصة بشكل جديد، وبدأت التجربة الحلوة والأغاني تتالى. بص، كان لسه ياسر ما ابتداش ان هو يعمل مشروع ان هو يبقى مؤلف موسيقي، كان الموضوع بالنسبة له يوزع، يعني لانه موضوع عنده كان مراحل، عازف، ومن المعازف بقى موزع، ومن موزع بقى مؤلف موسيقي. يعني احنا مرينا بالثلاث مناطق دول، وفي كل منطقة منهم كان بيحصل جابة. الجابة دي كنا بنعاني فيها ماديا جامد قوي علشان ننفذ اللي احنا عايزين. نعم. فمن عازف لموزع كان الموزعين يخافوا منه فيبطلوا يجيبونا نعزف، فاكريننا ان احنا هنعمل ان احنا ناخد منهم اللي جايين يوزعوا لهم. بعد كده اتعرف ان ياسر بقى موزع جامد، فبقى خلاص بقى الموضوع بقى المؤلفين بطلوا بيبوي يوزع علشان بقى اقوى منهم. بقت مشكله، كنا بنعاني ماديا في كل موضوع بنخش فيه. في الاخر بقى عمل لي الشريط اللي احنا عملناه، اللي هو اول حاجه عصفور المطر، وكان اخر اغنيه هو اللي عملها. كل الاغاني هتلاقي احمد الحجار، فاروق الشرنوبي، رضا رجب، جمال لطفي، هتلاقي انا مش عايزه انسى حد، بس نعم كامل الشريف الله يرحمه. كان يعني هتلاقي ناس كتير قوي ملحنالي، وهو بقى حتى مش عامل لي غير توزيع 3-4 من الاغاني مش كلها يعني كمان. فجت عصفور المطر، ففضل اغنيه المنتج قال له انت ما ليه ما بتلحنش،
قال له عشان انا مش ملحن. قال له لا انت لحن اعملها. فجت لنا فكره ان احنا نجيب كلام من جمال الشاعر المؤلف، فجت بعد كده راح عامل الاغنيه. بصينا لقينا الموضوع واو. هي الاغنيه اللي حتى اتسمت شريط، كان اسمها شريط زمان مش البوم، اي فاتسمت باسمه العصفور المصري. نعم، الأغنية هذه يعني تعرفت ونجحت ولاقت أيضا رواج كبير بعدها. عبد الوهاب الله يرحمه كان سمعها وكان عايز يتقابل بينا، بس الله يرحمه ما أمهلناش الوقت إن احنا نشوفه، لأنه كان شريط يوم ثلاث ما نزل كان هو ما يطلع يرحمه. الله يرحمه. طبعا هذا الانفصال على ياسر عبد الرحمن أثر يعني من ناحيتين على حنان. هو ما أثرش قوي، هي علاش مش قوي؟ لا 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 مش قوي صدقني، لأن أنا دلوقتي بتكلم بعد يعني من سنة 2000 الكلام ده، يعني 16 سنة. 16 سنة دي كفيلة، ده شهر واحد كفيل إن هو يخليك تنسى أصلا أي حاجة حصلت. ليه؟ لأن الموضوع بالنسبة لك اترجم لحاجات تانية خالص. الترجم انت هتحاول تفتكر الحاجات الحلوة. معايا بنتي دي من ربي يحفظها يا رب ان شاء الله يا رب، فما ينفعش ان حتى لو في مشاعر سلبية ان انا اقولها قصادها، لان ده هيتكوم عندها ويتعامل فيها تراكمات وحاجات ومحتاجات، وانا اللي هشرب الكلام ده. فكان لازم احافظ على الواجهة والشكل بتاع ياسر قصادها، ما ينفعش ان انا اقول فيه كلمة غلط. جميل جميل، من ام فنانة تراعي شعور بنتها وايضا طبعا الروابط العائلية. طبعا احنا عندنا مثل في تونس، هذا المثل اللي يقول عاركني وخلي باش تقابل، يعني شنو خلي معناها؟ موارب يعني. ايه عاركني معناها خلينا نتخاصم انا وياك، لكن خلي شوية هكا دم في وشك حتى يوم ما قابلك يعني الامور. ايوه يبقى في ايوه موارب البيت. ما تقفلوش قوي، ما تقفلوش على اصبعي يا راجل. وحاليا يعني تو من الفترة هذيك الى يومنا هذا، شنو احوال القلب بالنسبة لمطربتنا؟ يدق بانتظام القلب؟ والله بص الموضوع ده انتهى يعني. بص ياسر كان اول حد حبيته وخلاص انتهى الموضوع، مش عشان ان انا يعني جالي فرص كتير قوي بعد ياسر، بس انا ما حبيتش، لان الموضوع بالنسبة لي خلاص بنتي معايا وانا مش عايزة غير كده، ما فيش في دماغي حاجة من دي خالص. يعني مكرسة حياتك، الفنك، البنتك، عائلتك، هذه أسرتك. بالضبط كده، بنتك مالية الدنيا عليك طبعا. إن شاء الله ربي يحفظها وربي يخليها، يا رب إن شاء الله تشوفها في مراتب كبيرة 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 بإذن الله يا رب. يا حيسك. بس آمين. نرجع لخبر، أنت غبتي على دار الأوبرا 16 عام تقريبا. غبت كم سنة؟ 16. ايوه غبت 16 سنه. وسبب هذا الغياب يعني انت من الفنانات المعروفات يعني والناجحات وعندك لونك الغنائي الخاص، يعني انت اختصيتي في هذا اللون، يعني ما مشيتيش الموجات اخرى والوان اخرى، ومكانك دار الاوبرا. طبعا انا ابتديت اعمل بس من سنتين، واعتبرهم 14، لان انا من سنتين ابتديت اروح الأوبرا وعمل حفلات هناك. وآخر حفلة كانت مع المايسترو أحمد عاطف، وعملناها كان أنا أول ما نزلت عملت بفريق كومبو، فريق صغير، وبعد كده أحمد عاطف المايسترو وعازف الكمان الرائع جه عرض عليا إن هو يعمل لي النوت بتاعتي زي ما بنسمعها في السيديهات، يعني أوركسترالية يعني. فرب حط طبعا، وعملنا حفلة كانت رائعة الحمد لله على خشبة المسرح الكبير. وبعد كده إن شاء الله عندنا حفلة في عمان إن شاء الله على 2017، وربنا يسهل ونعمل كم حفلة هنا هو في أوبرا مصر إن شاء الله يا رب. إن شاء الله أوبرا هاوس. أيوة نشوفك أيضا في تونس، لأنه حابين تزوري تونس وتجي عندنا في الله. مهرجاناتنا
حفلات. إن شاء الله إن شاء الله. نعم، أنا فقط إني بس نحكي نكتة على الهواء مباشرة، صارت معاك يا حنان النكتة هذه، نكلم فيها ونحكي معاها. بعدها ردت علي يا حنان، والله أنت صوتك يعني هيك مبين إنك صغير في العمر. ما عندك شيء. أنا أي أنت بعثتي لي مساج إنه أنا معناها من صوتي مبين صوتك أنا أنت، صغير. أيوة أنا افتكرتك صغنطوط، طلع إن أنت كبير مش صغنطوط. ممكن أنا ما عنديش دراية كبيرة، لكن لا، أنا أكدت لها إنه عندي دراية كبيرة بتجربتك الفنية. فنية كلها، ما يغركش الصوت. لا فعلا الصوت، تخيل إنه هو حاجة مهمة جدا، لذلك أنا ساعات بتخدع. أي. يعني مثلا الستات يبقوا تبص تلاقي صوتهم تخين جدا، يعني من شرب السجاير اللي بيشربوها يقربعوها، أي. فتبص تلاقي صوتها تخين قوي، تحس انها داخله على رجاله. فا والله ما تبقاش عارف بقى ساعتها بقى، يعني هي زعلانه، هي فرحانه، هي متضايقه، هي بتضحك ولا بتكح ولا ايه بالظبط. ده الصوت حاجه مهمه قوي بالنسبه لي. مهم طبعا، حتى شوف يعني انت صوتك صغير على فكره. والله إن شاء الله ربي يكبرنا في طاعته. لا 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 طبعا طبعا، لا انا أعيش بتكلم انه ربنا يديك يا رب دايما أعيشك حلاوة الصوت. أعيشك، وأنت أيضا نجمتنا ومطربتنا الليلة. خلينا بس نحكيه شوي أيضا على بعض السكوبات، لأني نعرف الصحفيين والإعلاميين بالمرصاد الليلة على الهواء، كلهم يسمعوا ومتابعين حتى نعطوهم أهم الأخبار. يعني سمعنا أغنية حنان ماضي للأغنية الجديدة 2016، الأغنية هذه سكوب أولاني. شنو نعطوهم سكوب ثاني من عندك حنان؟ شنو تحضر؟ احنا لسه بنحضرها، يعني لسه مش يعني مش كامله، بس هي اغنيه ان شاء الله هتتنفذ مع المنتج ريتشارد الحاج برضو ان شاء الله. دي من الحان علي يوسف، برضو علي يوسف ده انه جديد على فكره، بس أي. عنده الحان جميله مميزه. تحياتنا لعلي. تحيه لعلي، علي يوسف رائع الصراحه. والاغنيه الجديده كلماتها اخاف اقول لحسن حد ياخدها ويعملها ولا والله حاجه، والله احنا في زمن بس سرقة الاغاني حاليا. احمد محمود الموزع برضو اللي هيكون بيوزعها معانا برضو، أي. لان هي تقريبا معموله كروكي، بس لسه ما اتنفذتش فاين، يعني في الاخر يعني. جميل. مشروع الديو هل هو مؤجل وإلا ما زالت ممكن الفترة القادمة ما زالت تفكر والله حنان؟ أنا اتهريت دي، ولما قلت يا كيف يعني. حلوة هذه. كله الحمد لله يا رب لك الشكر، الحمد كله عايز يعمل معايا دي، وأنا ما بحبش إن أنا أكسف حد، خصوصا لما يجيب لي مثلا مشروع يكون حلو فعلا، زي البنت اللي سهرانة مع علي الألفي جالي، فعلا الأغنية رائعة وكانت الكلام رائع، بيتكلم في كلام جديد، انت اكيد سمعتها ولا ما سمعتهاش؟ سمعتها عن طبعا مليون بالمية. طب شفت، بتتكلم على البنات وانكسارهم بعد حد يخونهم او حد يتحرش بيهم في الشارع او حد ما يفهمهمش هي ويأذيهم. مساج. اي جميلة جميلة، فاول ما حبيتها حبيت كلامها الصراحة. نعم، هو بس يجيبولي كلام حلو وانا معاهم على طول. أي أنت يعني صعبة شوية ممكن في اختيار الأغاني، وإلا أحيانا اضطريتي خلال مسيرتك الفنية أنك تجاملي فلان أو فلان أو فلان وتاخذي أغنية نظرا؟ لا 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 ما بعرفش أجامل حد أبدا. لا لا لا، أنا الفن الفن هو ده الفن. الفرق إلا على فكرة، ما هو على طول أقول أي ما هو أحيانا العلاقات ممكن الشخصية، ممكن أحيانا يكون صديقك الشاعر وأعطاك أغنية أنت ممكن تكوني من داخلك غير مقتنعة، لكن بكونه هو صديقك أي يمون على العشرة. لا يبقى أحاول معاه أو أطوعها للي أنا عايزاه، أي لكن ما أخدهاش زي ما هو جايب. واضح، نعمل فيها هيك يعني تغيير. احاول اتحايل لغايه ما نوصل بيها ايوه مش سهلة روح حنان اللي يسمعوا فيها الصوت الدافري، مش سهلة أبدا. لا لا مش حكايه مش سهله، اصلا انا بيبقى لي نظره في الحاجه غير اللي بيسمعها وغير اللي بيشوفها في اول مره. يعني مثلا لما حد يجيب لي كلام اقول له سيبهولي بس يومين، بيبقوا مستغربين الكلمه دي، ليه اسيبهولك يومين؟ اقول له معلش سيبهولي يومين، مش هرد عليك دلوقتي. ليه؟ لان انا قاعد بقعد طول الليل بقى اقراها.
لو صحيت الصبح فاكره منها كلمه يبقى كويس قوي، يبقى الكلام ده حلو. يا رب بقى اكون فاكراه كله، ده يبقى الكلام ده واو. فاهم ازاي؟ ولو اللحن بقى لو انا فاكراه برضه نفس الحكايه، لو انا بقى مش فاكره لا لحن ولا كلام اقول له شكرا. لكن احيانا يصير معك حنان انك تنسي بعض الكلمات من اغانيك والا لا؟ انا ذكر فما فنانه مغربيه، فنانه كبيره في المغرب، لطيفه رأفت، هذه الفنانه المبدعه شنو عامله؟ عامله ظاهره، ظاهره في بيتها، في بيتها، في منزلها، على كل غرفه، على باب الغرفه المكتوبه من الخشب منقوش كلمات اغنيتها، على كل باب كلمات الاغنيه، على كل باب كلمات الاغنيه. تفكر فيها طب والله لذيذة الحكاية دي. شوف انت، يعني كل واحد يستنبط طريقة من عنده، ما هذا هو الإبداع. عارف بقى يا سلام لو كان الشاعر حاجة جامدة قوي والكلام ده حاجة واو، ده تبقى مبسوطة قوي طول ما يمشي في بيتها وشايفة الكلام ده على الجدران والبواب، دي حاجة لذيذة قوي على فكرة. نعم، شنو رأيك؟ خلينا نسلموا على محمد فتحي مباشرة من مصر، نسلموا عليه على الهواء مباشرة الليلة، ومطربتنا حنان ماضي. محمد مساء النور، مرحبا بيك. مرحبا بيك يا مجيد حبيبي، ازيك؟ اهلا وسهلا. تحياتي لنجمة مصر الأولى حنان ماضي، وبتمنى يا رب إن هي الله يخليك. أنا جدا أستاذة حنان والله، وبتمنى هنشوفك طبعا في خلال حفلات من في تونس وحفلات في دار الأوبرا المصرية، طبعا ده شيء شرفنا وسعدنا طبعا. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، ده أكيد إن شاء الله. أنا عندي حفلتين في الأوبرا إن شاء الله، في فبراير وفي أبريل إن شاء الله. ده صفق صحفي أو صفق كده للأستاذ مجيد إنه يكون عنده خلفية إن في حفلات في فبراير طبعا. ده حقيقي فعلا، وأنا من دلوقتي بحضر لها علشان نازله بشكل جديد غير اللي نزلت دي في السنه اللي فاتت. ده بقى ان الاستاذ حنان ماضي كمان تكون مع الاوركسترا في الفتره اللي هي دي، بشيء مميز طبعا معاها. انا نازله ان شاء الله بطريق بشكل مختلف، فلا اوركسترا ولا كومبو، حاجه كده ثالثه هنعمل ان شاء الله. بس قولوا يا رب ان شاء الله تكمل ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. يا رب. محمد، محمد في كلمتين من عندك، حنان ماضي ماذا تقول عنها؟ حنان ماضي صوت العزف اللي ما جابتوش مصر قبل كده، ومن افضل الاصوات ما شاء الله ما شاء الله. يعني قلنا ان ام كلثوم رحمه الله عليها كان اجمل صوت تغني للون الشرقي، وحنان ماضي تغني الاجمل صوت للاحساس والرومانسيه والصوت الله يخليك. ده انت جاي مبالغ قوي يا محمد. لا انا فين وام كلثوم فين؟ دي ست ما جابتهاش ولاده، ده حاجه كلنا بنفخر بيها في البلاد العربيه والاجنبيه كمان. بنقول لما ام كلثوم بتغني للون الشاجن القديم قوي، ولكن اللون اللي فيه احساس ورقي ودفء طبعا، يبقى نقول ام كلثوم في الزمن الجميل وحنان الماضي في المستقبل وفي الحاضر طبعا. الله يخليك. شكرا. هو امتداد، امتداد هذا هو. يعيشك يا محمد، ان شاء الله ديما منور، ومصر منوره باهلها وناسها وهذه الكفاءات العاليه. وتحيه لكل طبعا لكل الكادر وكل العاملين في دار الاوبرا وكل اهل الفن بدار الاوبرا، ومن خلالك انت محمد نحييك تحيه كبيره برشا طبعا. وايناس عبد الزايم الدكتوره ايناس على راس الفريق طبعاً. بتتعب قوي قوي قوي، والمهرجان السنه دي رائع، ويعيني صعب جدا، ربنا يكون في عونهم كلهم ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. يا رب يا رب. سلام، موافقين يا محمد، وديما نسمع الاخبار الطيبه عليكم، وشكرا لانك انت كنت يعني همزه الوصل بين اذاعه تطاوين وما بين حنان ماضي الليله. حبيبي تسلم يا مجيد، وبتمنى لك دايما التوفيق، وتحيه لتونس واهل تونس، مبروك دايما على تونس ان هي تسمع اصوات، وبتمنى ان تكون حنان ماضي من اول الاصوات اللي تخش تونس ان شاء الله في الفتره اللي جايه. شكرا. الله يخليك محمد. الله يخليك يا محمد. ميرسي. شكرا. الله يخليك. نجمتنا الليله حنان ماضي. نمشوا شوي اللون الطربي، نحب نسمع حاجه هيك على ذوقك، على ذوقك اللايف الليله. اقولي انتوا لعبتوا كم اغنيه دلوقتي؟ واحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. لعبتوا خمس أغاني بس؟ خمسة. أيوة، مازال الخير إلى طب أنتوا إيه؟ مش فاكرة أنا، ممكن أقول لكم أنا إيه؟ فما أغنية حبوها برشا الناس، تذكر أغنية البحر بيخطفني؟ البحر اسكندري. أيوة. أيوة، اسكندرية وتونس بلدين شبه بعض جدا فعلا، جدا فعلا. يعني يا عيني مطر ورعد وهوا جميل وحاجه يعني، والناس اللي فيها
فعلا تونس شبه الاسكندرانيين بالظبط في الحفلات. الناس دي فعلا زي التوانسه كده، بيقعدوا يغنوا مع المطرب لدرجه ان هم المطرب يقف يسكت ويسيبهم هم اللي يغنوا، حاجه كده راقيين قوي، جمال قوي، بيشجعوك قوي، تحب تغني معاهم بطريقه. انا بنبسط قوي لما بروح اسكندريه. اي شنو بس تهدي لهم الليله بصوتك؟ زي ما قلت، عايز البحر بيخطفني. زي ما تحب طبعا. هي عندك؟ موجودة لكن نحبها بصوتك لايف. يا إما هي يا إما أغنية أخرى، يعني مش بشرطي إن البحر بيخطفني، اختار كما شئت، المهم نسمعه لايف صوتك الليلة. بص هقوله خلاص. يلا. البحر بيخطفني يحكي لي ويغني، البحر بيخطفني يحكي لي ويغني، البحر بيخطفني يحكي لي ويغني، البحر بيخطفني يحكي لي ويغني. البحر ده مش ميه او موجه فوق صخره، البحر ده مش ميه او موجه فوق صخره، البحر ده اغنيه بسمعها 100 مره، البحر ده اغنيه بسمعها 100 مره، من تاني بتوحشني البحر بيخطفني. بيخطفني ويخليني نسافر على مصر. ان شاء الله يا رب، واشوفك يا عايشة. رب يا مجيد. يعيشك وانتي ايضا، اشوفك ان شاء الله في تونس الخضراء ان مع شاء الله. الاعمال هذه الحلوه، لانه فعلا نشوف فنانه بحجمك انتي وبالقيمه الفنيه اللي تمتلكها حنان، وبهذه التجربه المتعدده من حيث الاعمال وايضا من حيث الحفلات اللي قدمتها الكل. فنقول انا الليله انك هنيئا لنا بحنان ماضي، وهنيئا للجمهور في مصر وعلى مستوى الوطن العربي. أما السؤال يطرح نفسه، هل الإعلام على مستوى الوطن العربي حسيته كأنه مقصر شوية، ولا كان التقصير من عندك؟ لا هو مش تقصير، أنا ما بحبش أطلع كتير أتكلم، هي دي مشكلتي، ما بحبش أظهر كتير، أنا بحب أشتغل بس. هي طبعاً الإعلام مكمل ليا ومكمل حاجة غير عادية، بس أنا ما بحبش أطلع كتير، هي دي مشكلتي، مش عارفة أحلها إزاي. واضح. والله واضح. ومن واقف وراء حنان ماضي في الوقت الحالي كسند وكدعم بالنسبة لك أنت؟ ربنا أولا ونعم بالله، وثانيا وثالثا وبعدين أهلي وبنتي. ربي يخليهم إن شاء الله الكل. يا رب آمين يا رب إن شاء الله. تحس بطعم النجاح، ومع النجاح المسؤولية تكبر معها أكثر وأكثر، وبالنسبة لك أنت نجحت يعني مرة مرتين عديدة، هي النجاحات اللي مريت بها طوال هذه المسيرة الفنية. ومع النجاحات فما أيضا لحظات أخرى أنه الإنسان يقف بينه وبين نفسه يتأمل ويراجع نفسه، وين وصلت وقت اللي تراجع نفسك؟ ندمت على بعض الأعمال اللي قدمتها، وإلا بعض الحفلات اللي قدمتها، وإلا راضية 100% على كل ما قدمته؟ لا الحمد لله راضية، وما بندمش أبدا على حاجة عملتها، لأن الحمد لله أنا ما بعمل حاجة ربنا بيوفقني ان يجيب لي ناس تساعدني في اللي انا بفكر فيه، دي احلى حاجه بتحصل. يعني لما اكون بفكر في حاجه ومش عارفه حتى انفذها مثلا، او بفكر فيها ومش عارفه ايه اللي انا بفكر فيه ده، عارف تبقى حاجات كده، مثلا اغنيه، شكل نوع من الموسيقى، او ايقاعيا، او تبص تلاقي في حد ربنا يسخره لك كده، يطلع لك ينفذ لك او يكمل لك بقيه الفكره اللي في دماغك. جميل. فده حاجه جميله جدا جدا الحمد لله. انا بص انسانه قدريه متاكده ان ربنا دايما معايا، واذا كان بيحصل لي احباطات زي بقيه مخاليق ربنا، فبحس ان ربنا بيطبطب عليا بان وانا ماشيه في الشارع يطلع لي حد يقول لي انا بحبك، ابص الاقي نفسي خلاص انتهى الموضوع، ايه اللي مزعلني بقى؟ احباطي وبتاعي بدا في حد بيحبك اهو، خلاص انتهى الموضوع.
انت من الناس اللي متسامحه برشا 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 مع نفسك ومع ذاتك ومع غيرك. أوي الحمد لله. ايه، والمعروف عليك انك عفويه جدا، تلقائيه، ما عندك شكل أيوة، اي، هذا علشان المعروف. كده ما بحبش أطلع في الإعلام، شفت بقى؟ في صريح العبارة يعني. حد زيك يحلبني أقول كلمة مفروش المفروض أقولها، تبقى مصيبة. لا شوف، حلو حلو لما الواحد يكون يعترف لك على الهواء مباشرة، يحكي على نفسه. أنا نشوف أنت من خلالك، أنت يعني هذه الإنسانة الطيبة، هذه الإنسانة فعلا يعني مليئة بالإحساس العالية جدا، عندك طاقة كبيرة، عندك شحنة. أنا في رأيي الخاص يعني هذايا، ما عندكش طريق للحزن، والله يبعد علينا الأحزان إن شاء الله. يعني تحاولي آمين. تخلقي لنفسك هكا الجو الخاص، الجو المرح، حتى تعيشي بأريحية وبنفسية مطمئنة. الحمد لله. انا اقول لك حاجه، مثلا اخش الجيم مش قادره مثلا امشي 5 دقائق على التريدميل، او اروح قايله ايه، اللهم اعوذ بك من الهم والحزن، اللهم اعوذ بك من العجز والكسل، اللهم اعوذ بك من الجبن والبخل، اللهم اعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال. ابص الاقي نفسي ان مش قادره تمشي 5 دقائق، مشي ساعه. ايه رايك بقى جميل. لما حد شوف شوف يضايقني، شوف لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب خلاص انسى انا كنت متضايقه من ايه، فاهم؟ يعني حاجات انا ماشيه بيها ربنا اديها لي، خلاص. خايفه من الحسد، قل اعوذ برب الفلق. خايفه مش عارفه من خوف، الخوف نفسه يعني، لا اله الا الله سبحانك اني كنت من ماشيه بادعيه كده معينه في حياتي هي اللي نفعاني. الحمد لله، رضا ربي ورضا الوالدين، والواحد يكون هكا ثابت في مسيرته، يكون التوفيق معه. انت من طبعا الفنانات القليلات جدا يعني حتى في بروزهم ممكن اعلاميا والكل، الا ما تكون عندك انتاجات واعمال جديده، هذه حاجه. الحاجه الثانيه، الحفلات، انك راجعه، انا حسيتك في اواخر 2016 راجعه بقوه، بنفس اخر، بنفس جديد، معاها حيويه كبيره، معاها عارف ناس. ليه؟ اي شنو علاش؟ عشان لقيت الحمد لله الحمد لله ارش كومبلي حلو. الدنيا، بالذات اخر حفله كانت في اسكندريه في المكتبه، كان ما فيش تذاكر، عارف يعني، ده في حد ذاته خلاني الحمد لله الحمد لله الحمد لله احس ان فعلا الناس جايه تسمعني مخصوص، جايه مش لاقيين مكان يقفوا حتى، فحاجه دي جميله، دي جميله قوي، ربنا ينعم عليا بيها دايما يا رب. نعم، وطرق التواصل يعني على شبكة الإنترنت، أنت اللي متواصلة مع جمهورك ولا فم من ينوبك؟ لا انا اللي متواصل على طول. وتحب إدارة الأعمال ولا لا؟ يعني خليني وحدي هكا، وتحب شكون يكون عندك مدير أعمال ولا لا؟ للاسف مدير الاعمال يعني دلوقتي هي المفروض انها صاحبتي، اي بس اتجوزت بقى والموضوع بالنسبه لها اتشغلت في بدايه حياتها، فمش عايزه اتقل عليها، ربي يهنيها بدور على حد تاني ان شاء الله، ربنا يوفقني إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله طبعا هالمسيرة كلها تكون مكللة بالنجاحات الكبيرة، وما نحبش أن يطول برشا على المستمعين لأنه لازم نسمع أغاني الليلة، وحبيت أنك أنت نخلي لك الكلمة. المستمعي إذاعة تطاوين الليلة، ماذا تقول المطربة والفنانة حنان ماضي؟ أقول أنا سعدت بيكم وبحبكم برشا ومبسوطة بيكم أوي 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 أوي، انا بحبكم قوي يا توانسه، كل يعني التوانسه انا بحبكم قوي. ونفسي ان شاء الله اجي اغني عندكم وتغنوا معايا زي ما بشوفكم بتغنوا مع نجاة ومع شيرين ومع كل المطربين اللي بيجوا لكم، ويا رب دايما بلدكم جميله ودايما صوتكم يبقى حلو كده وانتوا بتغنوا مع المطربين، ويا رب دايما بلدكم من احسن لاحسن. وفي حد في احنا النهارده في بنعمل معاكم خط ملاحي على فكره، حلو اسكندريه وصفاقس،
اي وصفاقس حلو، اي صفاقس ايوه الحمد لله الحمد جميل. لله. ها شو بنزيدوا نوضوا فدي حاجه العلاقة. جميله، يا رب خير علينا ان شاء الله وعليكم ان شاء يا الله رب. يا رب، ان شاء الله ان شاء الله ديما منوره. الله يديم الضحك عليك مطربتنا امين يا الليله. رب. انا من خلالك انت بليز لو سمحتي طبعا تسلمي لي على العائله الكل، تسلمي لي على اصدقائك، تسلمي لي على المقربين من حنان هما ماضي كانوا بيسلموا عليك والله. والفريق العامل معاك، تسلمي لي على اختك، تسلمي لي ايضا لان هي يعطيها الصحه على الفيديو الحلو، يعطيهم الصحه الكل، رائعه ومميزه. الحمد لله الحمد لله. يعيشك يعيشك يا حنان، ميرسي قوي سعدت يا سعدت مجيد، انك معانا. وميرسي قوي الكرو اللي معاك، وميرسي قوي للاذاعه الجميله دي، اللي انا ان شاء الله هحرص ان انا اكون بسمعك على طول. ان شاء الله يا رب. واسفه ما كنتش اعرفك قبل كده، وانا مبسوطه بيك قوي قوي قوي. الله يخليكي يا رائعة ومميزة حنان ماضي، الله يخليكي، وتحية لمصر، مصر العظيمة. شكرا نجمتنا ومطربتنا.